خلينا نرحب بالكابتن احمد جعفر والكابتن حسام حسن. كابتن احمد ازيك؟ حبيبك في الكريم، اخبارك ايه؟ كله زي الفل. ازيك كابتن حسام؟ يا كابتن مصر عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. عندي حاجات كتير بقى عايز اسالكم فيها، يمكن الفقره النهارده قصيره شويه طبعا في كوره كل يوم. النهارده عايز ابدا يا حسام باختيارات كابتن حسام حسن اللعيبه المحترفين في المنتخب. اختار كل اللعيبه المحترفه بما فيهم محمد صلاح، وانت محمد صلاح الفتره اللي فاتت مصاب مع ليفربول ما كانش بيلعب ماتشات، واستبعد النني واحمد حسن كوكا. تمام، يعني اول حاجه طبعا اكيد كابتن حسام حسن ليه كل الصلاحيات في اختياراته، هو ليه وجهه نظر وليه رؤيه معينه على حسب اسلوب لعبه. ممكن في لعيبه تكون مميزه هو يتم استبعادها، ما مش هتفيده في طريقه ولا اسلوب اللعب بتاعه بالنسبه لقدام. وممكن بيكون بيفكر بشكل مختلف شويه، خصوصا الناس كلها انتقادات كبيره لمنتخب مصر الفتره الاخيره. استبعاد النني بالنسبه لي من وجهه نظري هو استبعاد طبيعي واستبعاد منطقي، في ظل النني ما بيشاركش، وواضح ان كابتن حسام الاولويه بالنسبه له ان هو حاطط معايير ومقاييس، ان انا عشان اضم لعيب منتخب مصر لازم اللعيب ده يكون مؤثر مع فريقه. يعني النني في المستقبل لو لعب او شارك ممكن يجي المنتخب، ولا كابتن حسام مش مقتنع؟ لا ليه، لا عادي يجيبه، ايه المشكله؟ ما دام هيفيده مع منتخب مصر ايه المشكله؟ ما فيش اي مشكله. هو الراجل طلع قال لك انا بالنسبه لي المعايير رقم واحد ان اللعيب يكون بيلعب اساسي. انا مش منطقي ان انا النهارده اروح اجيب لعيب ما بيلعبش في فرقته، عكس مثلا كوكا متالق ومكسر الدنيا في الدوري التركي ومعدلات هدفيه عاليه جدا، لكن مشاركاته مع منتخب مصر تكاد تكون معدومه. أي. في ظل تالق لعيبه كتير بتلعب قدام اعين الجهاز الفني، سواء بقى حسام اشرف اللي قلت الحراك عليه قبل كده مرشح بقوه ان هو يكون موجود، اسامه فيصل نفس الكلام، مروان حمدي نفس الكلام، عندنا مصطفى محمد طبعا، محمد شريف واضح ان هو عايز يبقى عنده نوعين مختلفين من المهاجمين، يبقى عنده مصطفى المهاجم المحطه زي كابتن احمد جعفر كده لما كان موجود مع نادي الزمالك ومنتخب مصر، وفي نفس الوقت يبقى عنده المهاجم المختلف اللي بيلعب من الجري في المساحات، لان دي طريقه لعب كابتن حسام حسن. فبالتالي محمد شريف ضم محمد شريف. فانا شايف ان الاختيارات بالنسبه للمحترفين طبيعيه ومنطقيه يعني. بالظبط. طيب كابتن احمد جعفر استبعاد كوكا، احمد حسن كوكا، يعني زي ما حسام قال ان هو كابتن حسام اكيد هو شايف هيبقى عنده رؤيه فنيه اكتر، هو ادرى بالتشكيل اللي هيلعب بيه او بالخطه اللي هيلعب بيه او بالناس اللي محتاجها الفتره الجايه، فمش عايزين نحكم عليه بدري في اختياراته. هو طبيعي مش نحكم، انا بسالك في رايك في عدم استدعاء ليه الاولويه والصلاحات نني وكوك ليه الاولويه كانوا موجودين في المنتخب. طبعا يا كابتن، بس هو ليه الاولويه والصلاحات الكامله، ان حتى لو اللعيب بيلعب يعني مع احترامي ليهم لعيبه محترفه ولعيبه كبيره جدا، حتى لو اللعيب بيلعب هو المدير الفني هو ليه الاولويه والصلاحيه في كل الاختيارات. طبعا اختياراته، طبعا انا عارف كابتن حسام وعارف شخصيته كويس جدا، اللعيب اللي هيشارك بشكل اساسي مع فرقته وهيكون مؤثر مع فرقته هو اللي هيبقى موجود في منتخب مصر بصفه دايمه كمان، واللعيب اللي هيبقى عنده روح وجلد في الملعب هو اللي هيبقى موجود في منتخب مصر. انا شخصيا كابتن حسام انا عارفها كويس جدا واتمرنت معاه فتره كبيره، فبشوف ان هو هيبقى عينه دايما على اللعيب اللي بيلعب يا كابتن كريم ومؤثر في فرقته. ايوه، فبشوف ان هي دي اللي هتبقى طيب يعني الاولويه لكده. ليفربول يعني طلبوا من الاتحاد المصري ان صلاح ما يجيش المعسكر القادم، ان صلاح مصاب الفتره اللي فاتت وبيتعالج، ويمكن كابتن حسام حسن رد وقال لا، لو صلاح مصاب ومش هيلعب مع ليفربول الفتره اللي جايه خلاص مفيش مشكله، لكن لو صلاح لعب اي ماتشات مع ليفربول لا يجي المنتخب. ما هو ده الطبيعي. انا النهارده عندي اجنده دوليه كمنتخب، عندي بطوله وانا جهاز فني جديد، عايز اسستم نفسي وابدا احط البرنامج بتاعي واعرف مين هيكون موجود ومين مش هيكون موجود معايا الفتره اللي جايه، فتره مهمه والراجل مضغوط، الناس كلها بقى منتظره، مصر كلها، البطوله بتاعه الامارات، نشوف بقى احنا بنلعب قدام المنتخبات الكبيره كرواتيا وغيرهم من المنتخبات المشاركه، وطبيعي ان انا النهارده انت بتبعت لي خطاب بتقول لي ان الراجل مصاب، فبالتالي لو هو مصاب يبقى ما فيش ما يستدعي ان هو يكون موجود، لكن لو لعب يبقى هو مش مصاب، يبقى الطبيعي ان هو يكون موجود. وانا مش عايز الناس تاخد الاتجاه بتاع محمد صلاح وكابتن حسام حسن بالحساسيه دي، عادي يا جماعه الموضوع عادي جدا. محمد صلاح لعيب كبير وقيمه وقامه حاجه جامده جدا، بس زيه زي اي لعيب موجود في منتخب مصر، فالناس تتعامل معاه زي تريزيجيه، زي مرموش، زي النني، زي مصطفى محمد، الموضوع طبيعي، لكن الناس واقفه على كل كلمه لكابتن حسام وكل تصريح لكابتن حسام وكل تفصيله بتحصل ما بين الجهاز الفني وليفربول ومحمد صلاح. وارد ان الراجل يكون موجود وهو اصلا ما بيلعبش مع ليفربول لان هو مصاب فعلا، يعني الناس مش بتقول حاجه مش موجوده يعني، لكن الموضوع اسهل وابسط من كده بكتير. واعتقد ان كابتن حسام حسن ذكي، يعني هو مش هيخش في صدام مع محمد صلاح، بالعكس محمد صلاح اضافه قويه جدا لمنتخب مصر واضافه قويه جدا لكابتن حسام حسن، هيساعده على تحقيق حاجات كتيره جدا الفتره اللي جايه ان شاء الله. الفتره القادمه. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل مع كابتن احمد جعفر وكابتن حسام حسن، وهسالهم بقى عن
الدوري المصري والفرق اللي شايفين اللي هي تكون افضل الاهلي يواجهها في دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. احنا خلاص عرفنا الفرق اللي خدت المركز الثاني في المجموعات الاخرى في دوري ابطال افريقيا بعد الفاصل مع الكابتن احمد جعفر والكابتن حسام حسن. طيب خليني اسال كابتن احمد جعفر وكابتن حسام حسن، خلاص الاهلي خد المركز الاول في مجموعته، المفروض هيلعب في دور الثمانيه مع فرقه من اللي خدوا تواني في المجموعات الثانيه، مازيمبي، الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، مين الافضل للاهلي يا كابتن احمد جعفر؟ بص خلينا نقول ان الترجي بلاش شمال افريقيا، احنا طبعا بنعرف نلعبهم والاهلي بيعرف يلعبهم، بس يعني انا بشوف ان سيمبا اضعف فرقه في الثلاث فرق. مازيمبي صعب جدا على ملعبه، انا لعبت هناك كام ماتش، مازيمبي رخم على ملعبه. هو الاهلي طبعا بيعرف يلعب الفرقه دي، بس اعتقد ان اضعف فرقه في الثلاث فرق سيمبا. يعني سيمبا فرقه كويسه بتلعب كوره، فرقه كويسه بس الاهلي يقدر يعديها. يعني انت شايف ان سيمبا الافضل للأهلي. زي رايي انا قلت كده في بدايه الحلقه. سيمبا طبعا حسام حسن، انا شايف يعني عادي العب سيمبا، العب الترجي، العب مازيمبي، العب سان داونز، ما دام عايز اخد البطوله زي السنه اللي فاتت لازم اتعامل مع كل فرقه. ان احنا في ثلاث فرق دلوقتي، واحد منهم خدوا المركز الثاني، واحد منهم هيلاعب الاهلي، فاحنا بنشوف لو النادي الاهلي للنادي الاهلي. انا بالنسبه لي لو النادي الاهلي استمر بنفس الاداء بتاع الماتش بتاع يانج افريكانز وماتش البلديه، والراجل بدا يعمل الروتيشن اللي كان بيميزه قبل كده، يلعب اي حد ما فيش اي مشكله. انما بالنسبه للاجواء والظروف وان الماتش هيتلعب في رمضان، لا انا بالنسبه لي لعب الترجي. هو الاهلي خلي بالك ماتش الذهاب هيبقى هناك وماتش العوده هنا، يبقى يعني عشان في رمضان عشان هنا الاهلي بالميل. خد اول، يبقى انا بالنسبه لي لعب الترجي. الاهلي متفوق بشكل كبير جدا على كل فرق شمال افريقيا الفتره الاخيره، كل بيكسب بره وجوه اي حد، ترجي وداد اي فرقه بيكسبها بيعرف يلعب قدامه، مرعب جدا قدامه. ماشي كويس الفتره الاخيره وغيروا المدير الفني وجابوا لعيبه كويسه، ف ايا كان بقى جعفر، بس هو متفوق. اصل خلي بالك الحسابات 50-50. انت شايف مين كابتن احمد جعفر؟ شايف سيمبا. انت شايف انا مين؟ شايف الترجي. الاهلي يبدا بالترجي. الترجي يعني بالنسبه له هيبقى مباراه العوده كده كده هتكون هنا. بكره فيوتشر عنده مواجهه مع الهلال الليبي، لازم يتعادل على الاقل عشان يوصل لدور الثمانيه. يعني والماتش هنا في مصر فيوتشر طبعا كان لسه لاعب مباراه في جنوب افريقيا، ولعب مباراه سموحه برضه، واحد يعني اتكلمنا نفس الكلام هيتقال، ماتش مش سهل. بالنسبه للطموح بتاع الجهاز الفني، جهاز فني جديد، فكر مختلف بالنسبه للامور الفنيه، وده عامل لخبطه شويه بالنسبه للعيبه. انت مغير ثلاث فرصه لفيوتشر ان هو يوصل. بالظبط، ما على حسب طموح الجهاز واللعيبه عايزه ايه. ما هو اللعيب انت هتلعب على ملعبك، الظروف كلها متهيئه قدامك، تعادلت هتلاقي نفسك بتكمل وموجود في الادوار الاقصائيه اللي بعد كده. واعتقد ان كابتن تامر مصطفى والجهاز الفني وكابتن محمد صديق وباقي المجموعه يقدروا ان هم يشتغلوا مع اللعيبه على الهدف ده ان شاء الله باذن الله، ونتمنى لهم التوفيق ان شاء الله باذن الله. لكن المباراه مش سهله برضو يعني. طيب الزمالك بكره عنده سوار الغين يا جعفر، تحصيل حاصل، بس تحصيل الفرقه ما جاتش، الفرقه لغايه دلوقتي ما جاتش وشكلها كده مش هتيجي. مش هتيجي. يعني انا كان نفسي تيجي، لان كنت شايف ان هو حسام يجرب اللعيبه اللي ما لعبتش خالص بروفا عشان ماتش الاهلي طبعا، ويدي سامسون ويدي الناس اللي ما بتلعبش وما بتشاركش في صفه اساسيه، وكانت فرصه ان الاحتياج قوي، ماتش هنقول تحصيل حاصل، فكنت شايف ان اللعيبه تقدر تستفاد منه والجهاز الفني حسام يقدر يستفاد منه بشكل كويس جدا. يا كابتن كريم يا رب يجوا، اتمنى ان هم يجوا يعني، لان انا عارف ان طالما هم ما جوش لحد دلوقتي اعتقد الموضوع هيبقى صعب يعني. بكره في مباراه الاتحاد وامبي في الدوري، توقعاتكم ايه؟ ماتش طبعا انبي متصدر الجدول حتى لو بشكل مؤقت في ظل المؤجلات اللي موجوده عند الاهلي والزمالك، لكن ماشيين بخطه كويسه جدا رغم ان هم ما عملوش تدعيمات في بدايه السنه، ادائهم متوالي، انتصاراتهم متتاليه رغم رحيل كابتن تامر مصطفى وتولي كابتن سيد ياسين، لكن الراجل برضو قدر يفوز. ماتش على فكره في ملعب انبي، ملعب بيترو سبورت. الراجل فاز على حساب زد في الدقايق الاخيره، هدف طبعا كان مميز جدا، وانبي ماشي في خطى تصاعديه. برضو الاتحاد السكندري عامل موسم قوي جدا السنه دي مع كابتن طارق العشري، وشفناهم المباراه بتاعت برضو البنك الاهلي كانت مباراه قويه جدا ما بين الفرقتين، وكان فيها نديه قويه، واعتقد ان كابتن طارق ممكن المباراه تكون في الاتجاه بتاعه يعني، هو بيعرف يلعب في الاجواء والظروف دي بالذات الفرق اللي هي بتلعب بسيستم كلاسيكي شويه زي انبي يعني. خلي بالك يا جعفر، انبي في المركز الاول 26 نقطه من 14 مباراه،
والاتحاد 20 نقطة من 12 ماتش، يعني إنبي لاعب ماتشين أزيد من الاتحاد السكندري، والماتش طبعا هنا في ملعب بيترو سبورت ملعب نادي إنبي. إنبي من الفرق اللي بقت تعرف تكسب حتى بالسكواد اللي موجود، يعني لعيبة كويسة جدا، والجهاز اللي موجود بيكمل طريق كابتن طارق مصطفى، اللي اللعيبه كلها بترجع تحت، اللعيبه كلها بترجع تحت الكره كابتن كريم، وبيلعبوا على واحده مرتده زي ماتش زد كده، هي واحده مرتده طول الماتش ربنا وفق الراجل فيها جابها جول. فبشوف ان السيستم بتاع انبي ماشي بشكل كويس جدا من اول الدوري، هم ماشيين كده الهجمات المرتده كويسين جدا، واحمد نادر حواش واوفا، يعني الراجل هو بيقدر يقف على الكره كابتن كريم وبيطلع الناس حواليه. فبشوف ان انبي لا شغال كويس جدا الفتره الاخيره، وشغال بسيستم كويس وعندهم ثقه ان هم متصدرين الدوري وعاملين نتائج كويس طبعا. وبشوف ان هيبقى ماتش صعب جدا على فرقتين، والاتحاد عامل موسم كويس جدا مع كابتن العشري، بشوف ان الماتش هيبقى صعب جدا. توقعاتك ايه؟ يعني حسام حسن قال الاتحاد اقرب. لا ماتش صعب جدا، اعتقد ان هي 50-50، الفرقتين كويسين يعني جدا، فبشوف ان ممكن يخلص تعادل. طيب رايك ايه فوز الزمالك على الداخليه 1-0 يوم الخميس؟ لا فوز مستحق طبعا، الراجل شغل الراجل بقى كابتن كريم، الضغط العالي، الجمل اللي بيعملها، التكتيك اللي بيعمله في قلب الملعب، حتى في التمرين شفنا الجمله دي بالظبط بتنفذها في بعض التمرينات، الراجل شغال على الجمله دي، زيزو بيخش جوه، عمر بيطلع لبره، الباك بيقطع في ظهر الهاف، فبشوف يرجعوا جوه ضغط عالي، الزمالك ماشي بشكل كويس جدا، وبشوف ان زي ما قلت لك هنا من فتره برضه ان الراجل ده يقدر يوصل بالفرقه لبعيد جدا، وكام سنه قدام يقدر يحقق نتائج كويسه جدا. تاثير ده او اداء نادي الزمالك وفوزه على الداخليه في ماتش نهائي الكاس يوم الجمعه اللي جاي مع الأهل. اكيد ليه ايجابيات، يعني الزمالك زي ما جعفر قال مع مستر جوزيه جوميز، الراجل انا عاجبني فكر الراجل وشخصيته، يعني واضح ان اللعيبه بتحبه، واضح ان اللعيبه مقتنعه بيه، بتسمع التعليمات، واللعيب لما بيوصل لمرحله ان هو بيتقبل التعليمات من الجهاز الفني بتاعه او المدير الفني بيبقى هو مقتنع بيه بنسبه 100%. وشغل الراجل بان من مباراه الاسماعيلي، رغم ان هي كانت اول مباراه، لكن طلعنا وقلنا بغض النظر ان المباراه برده الحته الفنيه مش اعلى حاجه، بس واضح ان الراجل ليه تفاصيل معينه هتبدا تظهر مع الوقت، بدات تظهر. ماتش ابو سليم الليبي قدم اداء ومردود كويس جدا، ماتش الداخليه رغم ان برده كابتن عمرو حسن عمل مباراه كبيره جدا دفاعيا قدام فريق الزمالك مقارنه بالسكواد هنا وهنا، لكن انا عجبني الراجل ان هو عرف يتعامل مع المباراه وما كانش خايف، عمل تغييرات، واضح ان هو مرتب اوراقه كويس جدا، وزي ما جعفر بيقول حاطط ايديه على مفاتيح اللعب بتاعت نادي الزمالك. يمكن عبر جابر ما كانش بادئ المباراه، نزله سيف جعفر كان بادئ، راح مخرجه، راح منزل المهاجم تاني سامسون وبدا يضغط، وده اللي ساعده، واعتقد الايجابيات دي هتفيده. مصطفى شلبي كمان ناحيه الشمال بالظبط، وبدا ان هو يضغط واشتغل بثلاث مدافعين، وطلع ابو الفتوح، وبدا ان هو يشتغل بعبد الله السعيد ودونجا في نص الملعب ويزق الناس، وده اللي خلاه يسجل الهدف. انت النهارده حضرتك قلت كلمه مميزه جدا، انا عندي كثافه هجوميه، الكلام ده ما كانش بيبقى موجود في نادي الزمالك، بيهاجم بخمس لعيبه وتلاقي الخمسه التانيين في عمق الملعب عاملين اللي هي المسافه اللي هي البعيده ما بين النص الملعب وما بين المدافعين. فانا شايف ان الايجابيات دي الراجل لو هو بنى عليها في مباراه الكاس هتفيده طبعا بشكل كبير. الاهلي عايش فتره كويسه، والماتشات بتاعت الاهلي والزمالك ملهاش حسابات ولا مقاييس، يعني هنشوف، يعني مش هنقدر نتكلم على الاهلي والزمالك دلوقتي، نستنى يومين كده ثلاثه ونبدا نتكلم ماتش يوم الجمعه. نبدا نتكلم، عايز بس اعرض الهدفين جدا وبيكسبوا، وجايين من نهائي سوبر برضو ضد الاهلي، عاملين ماتش كويس جدا وخسروا في اخر دقيقه. فبشوف ان السيراميكا لا مع الكابتن ايمن الرمادي اضافه كبيره جدا للدوري المصري، مدرب محترم انا طبعا عارفه شخصيا وعارف قد ايه هو في الامارات ما شاء الله مسمع جدا، واضافه كبيره جدا زي ما قلت لحضرتك للدوري المصري. بشوف ان السيراميكا ماشي بشكل كويس جدا ويقدر يفنش من الاربعه الاوائل في الدوري. هو سيراميكا دلوقتي في المركز الثالث 21 نقطه. حسام المقاولين في خطر؟ هو المقاولين من اول السنه هو في خطر، يعني انا وجهه نظري مختلفه، يعني الموضوع مش وقت ان انا اقول لعيبه مصابه ولا مش مصابه. انا عندي سكواد قبلت ان انا اخد المهمه في التوقيت ده، يبقى لازم اتحمل كل المشاكل وكل الضغوطات اللي انا موجود فيها. كابتن عوده من المدربين الكويسين اللي عمل شغل كويس في ليبيا، وبالتالي وجوده مع المقاولين ممكن الناس شايفه فيه رؤيه ان هو يقعدهم في الدوري، لكن انا شايف ان مشكله نادي المقاولين من بدايه السنه ان فيها افراد وعناصر كويسين، انما كفرقه جماعيه مش افضل حاجه، وده اللي مخليهم عندهم معاناه السنه دي. ان شاء الله نستمتع بلقاءات الدوري خلال الفتره القادمه، ولسه بدري، يعني احنا لسه الدور الاول ما خلص، ان شاء الله الفتره اللي جايه لسه في ماتشات كتير، ويمكن الماتشات هتبقى بكثافه بدايه من شهر 4 بعد التوقف اللي جاي، هيبقى في بقى ماتشات كل يعني 3 4 ايام لقاءات في الدوري. السنين بتعيب بعضها يعني. اكيد. بشكرك كابتن احمد جعفر، بشكرك كابتن حسام، معلش الوقت كان قليل النهارده عشان رمضان دخل علينا بقى، وفي يعني برامج ومسلسلات خلال الفتره القادمه، فبشكركم شكرا جزيلا، ونستمتع بكره القدم ان شاء الله والرياضه المصريه خلال الفتره القادمه ان شاء الله.